معنا عبر سكايب من عمان خبير التقنية يزن نوفل للحديث أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير يزن، وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. أهلا وسهلا أستاذ أنس، وشكرا على الاستضافة. يسعد صباحك. بشكل عام، كيف زاد الاهتمام بالرموز غير القابلة للاستبدال والأراضي الافتراضية، وما سبب ذلك؟ حقيقة أستاذ أنس، الاهتمام بكل شيء افتراضي في الآونة الأخيرة ازداد بشكل مخيف. خلينا نحكي، طبعا هذا الشيء لأسباب كثيرة نقدر نبلش فيها من ناحية الوباء كورونا. مع انتشار وباء كورونا وجلوس الناس في منازلها، شفنا كثير تكنولوجيا بدأت بالانتشار بشكل أكبر، بالتواجد في عوالم افتراضية حتى في العمل من ناحية الاجتماعات وغيرها. فبدأ الناس بالبحث عن طرق أخرى حتى للترفيه وغيرها، تكون في عالم موازي حتى وهي جالسة في منازلها. وهذا كان فرصة كبيرة لموضوع حتى الأراضي الافتراضية بالانتشار بشكل كبير. طبعا مثل ما أنت تفضلت، الموضوع لا يتعلق فقط في الأراضي، فرأينا الرموز الغير قابلة للاستبدال والتي تتعلق سواء بالملابس أو الأعمال الفنية أو غيرها بدأت بالانتشار بشكل كبير خصوصا هذا العام، حتى أنه تم بيع لوحات فنية بمبالغ فلكية وصل بعضها ل 69 مليون دولار. فبدأ الناس بالتوجه لأمور أخرى ممكن أن يستثمروا بها في العالم الافتراضي، وكان أحدها الأراضي الافتراضية. نعم يزن، مين اللي بيبيع هاي الأراضي الافتراضية؟ يعني نتحدث عن أراضي غير موجودة على الواقع وهي أراضي افتراضية، مين اللي بيحددها ومين اللي بيبيعها أصلا؟ لا، في الوقت الراهن الأراضي الافتراضية يتم بيعها عبر منصات متنوعة، لكن معظمها أو أغلبها يجمع بينها أنها موجودة على تقنية أو شبكة البلوك تشين. أي بما معنى أن هذه الأراضي أنت عندما تقوم بشرائها تكون هي لك رمز غير قابل للاستبدال أيضا. يعني أنت الأرض التي تشتريها تكون لك ولا يمكن استبدالها. هذا المفهوم رأيناه في ألعاب الفيديو في السابق، لكن الفكرة في ألعاب الفيديو أنها تحكم من قبل الشركة نفسها، ممكن تغلق اللعبة في يوم الليلة والأراضي وكل الممتلكات اللي اشتريتها على هذه اللعبة تختفي. لكن البلوكتشين ديسنترلايزد أو لا مركزية، فبالتالي أنت عندما تملك هذا الأرض أو أي شيء NFT أو رقمي سيكون لك ولن يكون ملك لأي أحد آخر. طبعاً أنا بدي أنوه أيضاً أنه أحد الأسباب الرئيسية والكبيرة أنه شفنا خلال حتى آخر شهرين بدأت الأسعار والاهتمام بهذه الأراضي بشكل كبير. طبعاً شفنا شركة فيسبوك التي أعادت بناء علامتها التجارية لتقوم على الميتافيرس، طبعاً أعادت تسميتها إلى ميتا. الميتافيرس هو سيكون المكان أو العالم الافتراضي الرئيسي والذي سيكون المكان الأساسي لهذه الأراضي الافتراضية. فطبعاً عندما تقوم شركة كبرى تقارب قيمتها تريليون دولار بالبدء بالاستثمار بهذا الموضوع، فأكيد الناس يعني سيرون فرصة مهمة للاستثمار بهذا الأمر. نعم يزن، إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع صراحة، أنا لما قرأت الخبر وخبر أراضي افتراضية، هذا ما ذكرني بلعبة المزرعة السعيدة، وكيف ناس كانت تبني مزرعة ويمكن تبيعها افتراضيا والناس كانت تشتريها. إذا بدنا نحكي عن هذه الأراضي الافتراضية الموجودة على بعض المنصات، كم بلغ سعرها تقريبا؟ وإذا عندك أرقام لأراضي تم بيعها إلى أي رقم وصلت؟ حقيقة أنا فعلا نقطة مهمة جدا، لعبة فارمفيل التي يعني كان لفيسبوك دور كبير فيها في قبل أكثر من 10 سنوات، ومارك زوكربيرغ تحدث إنها هي أحد الأشكال البدائية جدا كانت لهذه الأراضي والرموز الغير قابلة للاستبدال فارمفيل. لكن الآن طبعا زي ما إحنا شايفين تم التطوير على هذه الفكرة بشكل أكبر بكثير. الأسعار حقيقة يعني مبهرة، نحكي وصلت لأرقام فلكية، وصلت إلى أكثر من 4 مليون دولار لقطع أرض في عالم الميتافيرس. طب يزن، أنت عم تحكي عن 4 مليون دولار، بدي أقاطعك شوي بس. 4 مليون دولار أنا بدي أدفعهم لأرض افتراضية، ما الضمانة أنه هاي الأرض تضل إلك؟ يعني ممكن يسكر الموقع، يصير أي مشكلة، ولاحظنا بالفترة الأخيرة مشاكل كثير على بعض التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي، صار مشكلة وراح الإشي وأنت دافع سعر هذه الأرض، شو الضمانة؟ طيب هلا بالنسبه لل
الاستثمار بأي شيء خصوصا بالتقنيات والأمور الحديثة هو أكيد مهما كان سيكون مخاطرة ومضاربة، نوع من المخاطرة والمضاربة. بدنا نأكد للمشاهدين أن هذه أراضي غير موجودة. أنا أنت زي بتحصل صك على إشي موجود فقط على شبكة الإنترنت. لكن عشان نكون أدق أكثر، أحد أسباب إنه الناس بدأت تستثمر بشكل أو تتشجع للاستثمار زي ما ذكرت لك، إنه هذه معظم هذه الأراضي موجودة على البلوكتشين. البلوكتشين هي العالم يعني ممكن اعتبارها الشكل الجديد للإنترنت أو الويب 3، وهي سيكون الإنترنت اللامركزي. يعني زي ما تفضلت إنه افرض قاموا بحذفها، هاي يوجد مجتمع كامل، المجتمع الكامل هو المسؤول عن هذه الأراضي والمسؤول عن هذه المنصات. جميل. لأنه جميعه موجود على البلوكتشين، وأي عملية أو ترانزاكشن تتم على هذه الشبكة يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل النودز أو البلوكس الموجودة في هذه الشبكة. فحقيقة هو الموضوع يعني معقد، وما زال الناس بدأت تفهمه شيئا فشيئا. لكن أنا برأيي الشخصي السبب الرئيسي للاستثمار في هذه الأراضي من قبل هؤلاء الناس هي أنها فرصة جديدة. شفنا في السنوات الأخيرة كيف العملات الرقمية المشفرة كانت العديد من الناس أصبحوا أثرياء بسببها، فأصبح الناس أي شيء رقمي ممكن الاستثمار به يعتبروا أنه فرصة حتى لو هم مش فاهمين ما هو. طبعاً بالإضافة أنت ذكرتها خبر شركة أديداس وشركات أخرى مثل نايكي وغيرها برضو أيضاً بدأت في الاستثمار في العالم الرقمي والميتافيرس، فهذا كله سيشكل مجتمع متكامل. أحده أكيد الأراضي الافتراضية اللي هي زي ما كلنا بنعرف أي وطن أو أرض. نعم. هي أساسه الأراضي فعلياً. يزن إذا بدنا نحكي أكثر، شركة فيسبوك لما أعلنت عن تحولها إلى ميتافيرس وأعلنت عن هذا العالم الافتراضي، تغيرات كثيرة حصلت على العملات الرقمية، على البورصة الرقمية بشكل عام، أو أي شيء افتراضي يتم شراءه عبر الإنترنت. هل هذه الأراضي تتأثر بموضوع الميتافيرس والمشاكل التي تحصل على التطبيقات المختلفة؟ يعني ممكن نشوف سعرها بعلى وبنزل؟ أكيد، بالتأكيد. مثلا على منصات مثل ديسنترلاند وغيرها يتم شراء هذه الأراضي من خلال عملات رقمية خاصة بها. العملات الرقمية التي تقوم من خلالها بشراء هذه الأراضي ترتفع وتنخفض قيمتها أيضا. يعني في العام ما بدي أحكي نسبة ما تكون دقيقة، لكن بنسب كبيرة جدا ترتفع سنة عن سنة هذه الأسعار. فأنت إذا قمت بالاستثمار بهذه العملات الرقمية، فأنت بالإضافة إلى إمكانية شراء الأراضي وارتفاع سعر الأراضي، أيضاً هذه العملات الرقمية التي تملكها ممكن أن يزداد سعرها، أو بالطبع ممكن أن ينخفض وتخسر بعض المال. يعني يزن من نحكي كمان أنه الأشخاص بمجرد ما هو اشترى أي شيء من خلال NFT بيقدر يبيعه بنفس اللحظة. من وجهة نظرك، ما الذي جعل الناس يتجهون أكثر لهذه الأمور ولل NFT ولشراء الأشياء الافتراضية؟ نرجع نحكي النقطة الرئيسية، بالإضافة لبدء شركات كبرى بالاستثمار بهذا العالم الافتراضي. وحقيقة الكورونا أثبتت أن العالم الافتراضي سيصبح شيء قريب جدا، حتى أن بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت توقع خلال السنوات القادمة أن معظم الاجتماعات ستكون عبر الميتافيرس أو العالم الافتراضي. هذا الشيء أكيد أي ممتلكات ستكون، والإنسان بيحب يتملك بطبيعة الأمر. فإحنا ذاهبين لعالم وبحسب تصريحات وتوقعات كبيرة سيكون قيمته تريليونات الدولارات. يزن نوفل الخبير التقني من العالم. نعم. لا لا أكمل، تفضل. كمل. وآخر معلومة، وسيكون العالم الافتراضي أكبر بكثير من عالمنا الواقعي، هذا حسب أحد التصريحات الأخيرة لأحد الكبرى الشركات أيضا. نعم، الخبير التقني يزن نوفل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.